اخطاء الفرديه ترجع الوداد. شوف الكره وشوف التسديده من رقم 10 يرجعها الحارس، فماش متابعه، ما كان فارق في وقلاي من وين مشى سامح، والتسديده لوندما شمام يوصل متاخر، لان وين لاكسيال وين المحوريين باش يجي شمام اللي صار ويغطي. وين مشيت يا يجري؟ وين مشيت يا كوليبالي؟ هو الهدف في كره ترجع الوقت، هدفين لهدف الترجري. هذه الشوط الاول كبير، الشوط الثاني صعب، وصعب جدا من الهدف هنا، الهدف نتاع